اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي تراث، والذي استمر على مدار 5 أيام، والذي نظمه مجمع إعلام الغردقة والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع أحد مؤسسات المجتمع المدني. شارك في التدريب قرابة 200 مشارك، والذي وفر 7 حرف يدوية: إكسسوارات تراثية، كروشي ومجسمات خرز، أرابيسك، خيامية، مكرميات، صناعة الجلود، وملابس تراثية. استهدف البرنامج تنمية مهارات المتدربين واكتشاف المتميز منها لدعم الحرف اليدوية التراثية، والتي قام بالتدريب فيها نخبة متميزة من المدربين وخيرة المتخصصين في مجالهم، وقدموا جهدهم بالمجان ضمن مبادرة عطائي شفائي. حضر اللقاء الختامي اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، والذي كرم المشاركين والمدربين وفريق العمل. معرض تراثنا النهاردة اشترك فيه الجمعيات الأهلية بمدينة الغردقة بالتعاون مع المركز الإعلامي والقيادات المحلية في مدينة الغردقة. عندنا عدد من المتدربين لا بأس به، كانوا من السيدات، كانوا من الأطفال، كانوا من الرجال، كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة. اتدربوا على 7 حرف رئيسية، منها الخيامية، منها الأرابيسك، منها المشغولات اليدوية، منها مشغولات الجلد. طلعوا إنتاج، في ناس باعت من الإنتاج ده بالفعل، في حاجات كتير. الجمعيات الأهلية والجهات المشاركة كلها اتفقنا معاه ان يبقى في استمرارية، سواء كان للورش او في استمرارية للإنتاج. وهم بالفعل الجمعيات النهاردة يعني اعطوا بعض الهدايا، شهادات، منها شهادات تقدير، ومنها زي ما كان خياطة علشان الناس تكمل وتطلع إنتاج. وإن شاء الله نعمل معارض قريب في فنادق وفي أماكن عامة للجمهور وللسياحة، وإن شاء الله يكون خير للبلد كلها. احنا بنقوم بدور تطوعي خدمي خلال فترات طول العام. احنا كنا السنة دي بما اني رئيس الجمعية، كان في اكتر من مشروع قمنا بيه، في مشروعات تدريبية، مشروعات تنموية، مشروعات خدمية. المشروع التدريبي كنا عملنا تدريب لقيادات الجمعيات الاهلية في البحر الاحمر لتنمية العقول وتنمية الفكر الخاص بالدورات بتاعتهم والشغل الخاص بالاعمال الاهلية في البحر الاحمر. قمنا بكشف خاص بالعيون بأحد المستشفيات العيون المتخصصة، عملنا تقريبا 600 حالة ككشف، عملنا 150 نظارة مجانا. من المهم جدا طبعا ان يكون في تعاون مشترك ما بين الحكومة وما بين الجمعيات العمل المدني. طبعا كل حد بيقوم بدور معين خاص بيه، لان الجمعيات الأهلية هي اللي موجودة على الشارع، هي اللي بتقدر تتعامل مع المواطن مباشرة مع الدعم الكامل اللي موجود من الإدارات الحكومية، فده بيؤدي للدور والنتيجة اللي احنا بنرجوها ان شاء الله. طبعا نديهم حرفة، لان طبعا الفكرة بالنسبة له اللي احنا عملناه في المشروع بتاع النهاردة، احنا كنا بنعلم الناس ازاي يشتغل علشان بعد كده في المستقبل يقدر ينتج ويجيب دخل بالنسبة له. واحنا دي مش هتكون اول حاجة، احنا هنكمل مرة واثنين وثلاثة لغاية ما نوصل لدرجة الانتاج ومعروضات وبيع. مدرسة التراث دي احدى مشاريع الجمعية بتاعتنا، واحنا بنساهم في تنمية وتطوير المجتمع من خلال الحرف اليدوية. احنا مهتمين جدا طبعا بالحرف التراثية، ومهتمين ان احنا ندخل التراث مع الجديد في عالم الموضة، بحيث ان يبقى عليه طلب، ويبقى احنا كده احنا في بلد زي الغردقة فيها سوق سياحة مفروض ان هو كبير، فنغطي احتياجات السائح، ويبقى عندنا منطقة في الغردقة موجودة دايما للحرف اليدوية باشكالها. احنا ابتدينا النهاردة ب7 حرف يدوية، مررنا الناس عليهم، وجم مدربين محترفين على مستوى الوطن العربي، ادوهم النهاردة اول دورة، وهيبتدوا ينتجوا منتجات، وان شاء الله الشهر الجاي هيكون عندنا معرض ليهم، ومنتجات برضو هتكون موجوده، وتدريب للدرجه الثانيه مفروض، او اللي هي الدوره الثانيه التكميليه. بنوصل الناس من خلال شبكات التواصل المعروفه بالنسبه مثلا للغردقه والبحر الاحمر بصفه عامه. بنحاول نستقطب الايدي المهره من مناطق متفرقه في البحر الاحمر زي شلاتين، حلايب، راس غارب، القصير، سفاجه. بنحاول نجذبهم، يبقى في نقطه جذب هنا بيجي يتعلم. وهم طبعا المناطق دي عندهم حرفه يدويه عاليه جدا، وعايز اقول لك المواطنين البحر الأحمر عندهم قدرة سريعة جدا على التعلم وحرفية جديدة. هم بقالهم 5 أيام بس في دورة التدريب دي، والنهاردة احنا عاملين سوق للمنتجات بتاعتهم، منتجات في غاية الرخية والفخامة. احنا بمجرد ما عرضت الفكرة على الأستاذة نرمين أبو سريع مقررة المجلس القومي للمرأة،
الحقيقة يعني أعجبت بيها جدا، وهي كمان يعني تعاونوا معنا قبل كده في كذا ندوة أو مؤتمرات سابقة، وكان ليه وهم عارفين إن إحنا لما بنيجي نخش في اتجاه بنشتغل فيه بحرفية شديدة وبنكون منظمين وبنشتغل على أساس علمي، وبالتالي هي حبت إنها قلنا نبتدي مع بعض أول دورة المرة دي، والحقيقة الدورة كانت ناجحة جدا. وكمان المجمع الإعلامي التابع للهيئة العامة للاستعلامات مجمع فخم للغاية، مجهز بقاعات بمختلف المساحات فعلا بتقدر تغطي اي مؤتمر ممكن يتعمل فيه. احنا ده مشروع احنا سميناه مدرسة ليه؟ علشان مدرسة هيبقى فيها التزام. احنا النهاردة مش جايين نقدم دورة الناس بتحضرها وتمشي، لا احنا جايين نقدم دورة الناس هتبقى ملتزمة بيها، احنا مدرسة هنفضل مستمدين. قدم البرنامج التدريبي مجموعة من ماكينات الخياطة ضمن اهداف البرنامج لدعم المتدربين وتشجيعهم للاستمرار وفتح فرص عمل لهم بعد انتهاء البرنامج. ايميل ادوارد، البحر الاحمر، طيبة.